هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمت مع حضراتكم النهاردة عن موضوع دايما بتكلم فيه وهو تطوير الري الحقلي. الهدف منه تقليل الفاقد من المياه، الاستفادة من كل قطرة مياه في الزراعة، ان احنا يبقى عندنا عدالة في توزيع المياه. ده جانب مهم جدا، لكن احنا مشكلتنا في المياه ايضا ان في اماكن نسبة الملوحة فيها مرتفعة. ومرتفعة في التربة وفي المياه في نفس الوقت، واحنا ابتدينا نتكلم في ملف معالج المياه المغناطيسي من فترة. نستعرض مع حضراتكم تجارب ونماذج مع المزارعين اللي نجحوا فعلا ان هم يحلوا مشاكلهم مع الارض والميه من خلال استخدام تقنيه معالج المياه المغناطيسي. وابتدينا ان احنا نتابع مع بعض الابحاث العلميه وكلمه العلم وتجارب ونماذج اشرف وقام بتنفيذها علماء مصريين ابتدوا يطبقوا هذه التكنولوجيا من فتره طويله في مصر. الحمد لله مصر دائما عندها العلماء وعندها الامكانيات وعندها الفلاح الذكي النشيط، لكن احنا دايما بنقول عايزين نربط البحث العلمي وننفذه على ارض الواقع. طول ما البحث العلمي حبيس في الادراج فهو لا قيمه له. النهارده انا بيشرفني ان يكون معايا عالم من علماء مصر اللي اشتغلوا في هذا المجال، اللي تابعوا عن كسب وعن حب لخدمه البلد، ازاي ان انا اقدر اتغلب على ارتفاع الملوحه في المياه وفي التربه من خلال استخدام هذه التقنيه معالج المياه المغناطيسي. بشرفني الدكتور مصطفى محمود مصطفى، استشاري نظم الري الزراعي بمعهد بحوث الهندسه الزراعيه مركز بحوث الزراعيه. ان شاء الله بشكر حضرتك على وجودك معانا. الله يخليك شكرا وبرحب بيك. الله يبارك فيك. انا عاوز اوصل للمزارع النهارده. انا بستعرض مع حضرتك بحث علمي للفلاح، يعني المعالج المياه المغناطيسي الفكره تتلخص في ايه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، هو فكره معالج المياه المغناطيسي اساسا جت عشان حاجه ملوحه المياه اللي بيعاني منها بعض المزارعين سواء في الاراضي الجديده المستصلحه او الاراضي القديمه برضه. ايوه. والفكره الرئيسيه هي قطبيه، ان احنا بنعمل قطبيه للمياه بنفصل الاملاح الضاره وخاصه كلوريد الصوديوم عن بعضها بمرور الميه على جهاز المغناطيسي، بس في حدود معينه. يعني ازاي نقول ان احنا المزارع من تجاربنا بنقول المزارع عايز يستفاد منه اكبر استفاده ممكنه. المياه المغلطه ما بتحليش المياه. ايوه. بتفك الروابط بتاعه الاملاح. بيبان تاثيرها على الارض خلال من 3 اشهر ل 6 اشهر. يعني المفروض لما يجي اركب الجهاز بقيس ملوحه التربه عندي قد ايه، وبتابع بعد الجهاز في من خلال 3 اشهر او 6 اشهر تاثير الملوحه في الارض فعلا بيتغير تماما، وبيغسل للنباتات امتصاص العناصر وامتصاص الميه من خلال الجذور الشعريه او المنطقه الفعاله في الجذور. تمام. دي الفكره الاساسيه بتاعت الجهاز. بس هو في جزئيه حضرتك قلتها من 3 شهور ل 6 شهور وابتدي اتابع. اه. في بعض الاقاويل اللي حضرتك بقى تؤكدها لي ان يقول لك اصل هو معالجه المياه المغناطيسيه ما بتقعدش فتره طويله، الميه بعد كده بترجع لخصائصها الطبيعيه. فاحنا النهارده بنقول احنا عندنا فتره من 3 شهور ل 6 شهور. في التربه. في التربه. اه. انما مرور المياه في المواسير وشبكات الري بيستلزموا مسافات معينه حسب قدره الجهاز. معنى كده ان انا عاوز شبكه ري ليها مواصفات خاصه. لازم. زي ايه بقى؟ اشرح لنا شبكه الري او نظام الري الضغطي بوجه عام اللي بنستخدم فيه الضغوط، يا اما بالتنقيط او بالرش، او ده عباره عن مواسير. المواسير مشكله جهاز المغناطيسي سيادتك ان ممكن اركبه على بير والمسافه بتاعه المايه اللي بينها في المايه اكتر من 500 متر او 600 متر. فالميه طول ان هي ماشيه في وعاء مغلق بترجع تاني، القضيه بتتكون الاملاح تاني. فاحنا عشان كده بنيجي نصمم شبكات الري او بننصح المزارع ان هو يصمم شبكات الري، بيبقى الجهاز المخارج بتاعه الميه هتخرج ميه سواء هيروح الحوش او القطع الزراعيه او سواء ايا كان نوع الرش، لازم تبقى اقل من مسافه معينه. ان المسافه طالت مضطر ان يجيب ميه من مسافات بعيده، يبقى بنركب عده اجهزه متواليه ورا بعض. المصمم شبكات الري المفروض ان هو يقول له الجهاز ده تجيبه قطره قد ايه وهيعالجك مره قد ايه وهكذا، عشان يبقى برده بيركب الجهاز اقتصادي، لان هو الفلاح بيتخوف من التكلفه دايما ان ما زودش عليه تكلفه. انا بجيبها له ببساطه شويه، بقول له الجهاز بتاعك لو انت لو البير بيخدم 50 فدان، الجهاز لو دلوقتي طبعا ب 25، ابتديت الجهاز ده كان ب 4000 جنيه دلوقتي مثلا ب 25000 جنيه، يبقى قيمه الجهاز للفدان هتساوي 500 جنيه. مفيش ما يمنع انك تضيف 500 جنيه
لتكلفه الفدان بتاعتك ابسطها له شويه، 500 جنيه للفدان بس هتحيي لك الفدان تاني، ما اصدموش بالرقم الكبير لاهميته يعني. انا شفت طريقه في الدول العربيه ان هو بيجمع المياه في احواض بعد معالجتها بالمياه الممغلطه، حضرتك ذكرت لي دلوقتي ان هو ممكن ترجع لخواصها لو مرت في انبوب مغلق. انما لو هي اتجمعت في احواض كبيره مفتوحه لا ما ينفعش. ما ينفعش برضه. لان انا باخد المياه بعمل لها القطبيه بتاعتها وبعدين برميها تاني في الخزان. الخزان مع التراكم والكلام ده كله بترجع المياه تاني بخد. لان بضطر ان ادخها تاني بترومبه تانيه في شبكات الري او على الارض، يبقى انا ما عملتش حاجه. يعني هو جهاز الري المغلط يعني يفضل استخدامه من خلال شبكات الري. النقطه اللي حضرتك قلتها دي او الري السطحي المطور. الري السطحي المطور. المطور. بمعنى يعني في نظم الري السطحي اللي احنا بنشتغلها المطوره، بنحط المايه، بنعدي المايه في انابيب مبوبه وبنخرج المايه دي على مراحل، تدفق على مراحل. فهي المراحل دي يبقى الترومبه موجوده، المايه متملحه اول ما بتنزل الارض، يبقى ما مشيناش في المواسير اللي موجوده. تمام. نزلت الارض مباشره، يعني ما اتخدتش في تخزين في الحوض. تمام. فده برضو مهم، بس هو عاده الابار والمايه المالحه الحاجات دي ما بتستخدمش في الري المطور او بتستخدم في الاراضي والاستصلاح الجديده وكده. صح. فاحنا دايما بنقول ايه؟ مع منظومه شبكه الري والفلاتر كان بنركب هذا الجهاز وبنركبه عند جميع المحارس، بناخد كفاءه عاليه جدا جدا. كفاءه عاليه دي نتيجه لتنفيذ البحث العلمي على ارض الواقع. طبعا. النماذج اللي حضرتك اشرفت عليها وتابعتها في محافظات ايه؟ نسبه الملوحه كانت كام؟ يعني عايزين نتعرف اكتر. اقول لسيادتك، هو البدايه بتاعت الفكره بتاعت المغناطه دي كانت يمكن اكتر من 10 سنوات، كنا في المعرض، كنا بنعاني فعلا في الطرق الكهربائيه في طريق الاسماعيليه عن نسبه ملوحه عاليه جدا في الابار. ايوه. فجبنا منه اربع اجهزه، ابتدى الزرع فعلا يتحسن جدا، الانسداد بتاع شبكات الري ابتدت تتحسن. نفس الاولاد وهم اللي بيشتغلوا، المزارعين بيشتغلوا، الميه الملوحه بقت تاثيرها على الجلد بقت اقل بكتير جدا. من ساعتها ابتديت افكر انا دايما في الجهاز ده ان انا اركبه في جميع شبكات الري. حتى لو مش ميه، يعني عندي استاذتك يمكن لو الارض ملوحتها كويسه والبير ملوحته كويسه انا اركب الجهاز برضه. ايوه. لان بيعمل حيويه للميه رهيبه جدا، يعني انا بنصح فيه الناس كلها تركبه في شبكات الجهاز ويحسب تكلفته على الفدان قد ايه، مش هتكلفه حاجه. يعني لو البير بيخدم 50 فدان اقتصاديا، نقول 50 فدان على ثمن الجهاز مش لا تعدى 500 جنيه ان انا اضيفهم للفدان بحيث اخد ميه كويسه كان فيها ملوحه. بنشط الجذور، بنشط بيزرع على الثمار، بيساعد في امتصاص الاسمده كويس جدا، بيعمل حيويه للميه. المفروض يعني نركبه في البيوت بتاعتنا، يعني المفروض نركبه في البيوت بتاعتنا. ويمكن لو سألتك في احد التجارب بتاعت الاجهزه انا كنت في قرى من القرى السياحيه، لو سألتك كان نسبه الملوحه عاليه جدا في المواسير وبتتاكل واللي والصابون ما بيرغيش وكده اهوت. فركبنا هذا الجهاز، عامل مفعول كبير جدا للناس وابتدت يعني هو بيضفي نوع من النشاط على المياه، وبالتالي دي بتبقى اكثر استفاده حيويه واستفاده. طبعا ذكرت نقطه مهمه جدا بنخاطب بيها الفلاح، اقتصاديا احسبها على تكلفه الفدان لازم، وشوف الزياده اللي هتجي لك في الانتاج بقت قد ايه، لان انت هيبقى في مردود بالنسبه للمحصول اللي انت زرعه. دي جزئيه حضرتك قلت لي انا ابتديت رحلتي معاه من 10 سنين. أيوة. النهارده التكنولوجيا اللي موجوده في مصر زيها زي اللي كانت موجوده من 10 سنين؟ طبعا بكتير جدا. كان الجهاز من زمان في بيعمل في تصنيع ماسوره حديد خالص وبيحط الجهاز من جواه، فبرضه الاملاح كانت بتاثر على نفس المسؤول. دلوقتي طبعا اتعمل ستانلس ستيل واتعمل بكفاءه عاليه، بقى في منه 4000 جزء في المليون وفي 8000 جزء في المليون، وان شاء الله يمكن بتطور بتاع يوصل ل 12000. انا سمعت ان بعض الشركات هتوصله ان هو يعالج ميه لغايه 12000 جزء في المليون. ايوه. بس هي المعالجه بتاعته سيادتك بتنزل الملوحه بنسبه 50%. بمعنى من الحاجات اللي بنحطها في الاعتبار ان احنا برضه لو الملوحه عندي 6000 الجهاز ممكن يزولها لي 3000، فالمفروض ازرع الحاجات اللي بتناسب ال 3000. يعني مش اطمئن ان انا ازرع اي حاجه، يبقى لازم كل، عشان كده سيادتك بقول لك المخطط بتاع استخدام الجهاز ده لازم يجي مع منظومه اداره الري في المزرعه. ما يتركبش عشوائي ان انا هركب جهاز عشان الملوحه. يعني منظومه اداره الري دي متمثله في ايه بقى؟ اقول لسيادتك، انا كمستثمر او كمزارع او هاخد ارض هحفر بيها بير. تمام. المفروض بدايه، ودي نقطه مهمه جدا، بدايه اعمل جثه للابار الاول، والتصوير البير هيبين لي طبقات الملح فين وهيبين لي ملوحه الميه قد ايه في البير.
وبعمل تجربه الضخ للابار، بشغل البيه لمده 24 ساعه، بعرف الميه ممكن لو مالحه بتزيد الملوحه فين، في انهي ساعه. تمام. عند النقطه دي اللي بتزيد فيها الملوحه اقول ممكن هركب الجهاز ده عشان ازرع محاصيل تتحمل الملوحه دي. يبقى انا في الاول البير طالما هو ميته كويسه بقول له شغل البير 3 4 ساعات الاولانيين على النبات الفلاني اللي بيستخدم الملوحه دي. تمام. وانس ان الملوحه زادت ممكن في منظومه شبكه الري في التركيب اعدي الميه بقى على الجهاز وازرع بيها القطع الزراعيه اللي بعدها. يبقى انا كده برفع من كفاءه الجهاز واضافه الجهاز بدل ما اهلكه على طول طول النهار شغال على المنظومه ديت، لا بنظم له بقى. يبقى الحشتين دول ميتهم كويسه. طب لو الملوحه ثابته في التصرف بتاع البير خلاص بركبه، بشوف بقى بعد المسافه قد ايه بتاعت البير من اول حته، وبقول له انت محتاج تركب جهاز مثلا 6 بوصه في اول مسافه، خرجت كميه ميه، الميه اللي باقيه تكفي لجهاز 4 بوصه، يبقى احط له جهاز 4 بوصه وهكذا. مش حته ان احط جهاز، هو وخلاص. الموضوع مش مجرد ان انا هجيب جهاز وهركبه، لا ده انا لازم يبقى في دراسه عندي واداره لمنظومه المياه داخل المزرعه. بالزبط. فعلا بالظبط، عشان يعرف يعني الفلوس اللي هيدفعها هيستفاد بيها في الفترة دي، مسار المياه داخل المزرعه او داخل بالزبط. الارض بالزبط. مسار المياه واستخدامها في المحاصيل المختلفه ده كله لازم يتحسب علشان يبقى احنا عندنا نتيجه. عشان احط له المنظومه هيحط الاجهزه ازاي واكترها قد ايه ايه اهم المحاصيل اللي انا ممكن ازرعها باستخدام معالج المياه المغناطيسي؟ لا سيادتك جميع المحاصيل. يا جميع المحاصيل. انا بقول سيادتك الماء المغناطيسي ده مهم حتى للصحه بتاعتنا، حيويتنا، حيويه الجسم. فهو بينشط، ان ما كانش بيأثر في ملوحه التربه فهو بيأثر في حيويه الجذور وامتصاص الاسمده والخلايا نفسها. زي الماشيه والدواجن والاسماك بحيث ان احنا نستفيد بيها داخل هذه المزرعه. لا هي الثروه الحيوانيه اقول سيادتك حاجه، هو برده من ضمن التجارب اللي انا كنت هبتدي فيها ان الطلب مني جهاز المغناطيسي ده عشان انتاج حيواني. طيب. فما درست واتصلت بالشركات والشركات يعني الحمد لله عندها امانه برضو، قالت ده ما ينفعش في الانتاج الحيواني اللي هو هيشرب منه النبات مباشره. إن الحيوان مباشره. على الكبد. على اساس الحيوان على الكبد والحاجات دي كلها. أيوه. يعني ده ما بيقللش الملوحه. واخد بالك؟ لكن ممكن احنا نعمل جهاز تحليه للمياه، وده فعلا عملته في مزرعه في القريمات. عملنا جبنا جهاز تحليه للميه. او بسميها تعذيب الميه مثلا، تحليه للميه، فبقت ميه حلوه للحيوان. ركبت الجهاز بعد التحليه عمل تنشيط كويس جدا في مزرعه. اذا يعني هو تركيب الجهاز في حد ذاته ملوحه، هو علشان ان انا زي ما حضرتك احداث نوع من النشاط في المياه فتبقى مؤثره على الخليه. يعني انا ممكن استخدمه في مزارع الانتاج الحيواني وفي الانشطه المختلفه زي استزراع السمكه او تغذيه او الدواجن او مساق الدواجن. ده مع المياه هيعمل لي نوع من الارتواء للخليه ويزيد معدل التحويل. معدل التحويل والزبنز الدواجن والابقار. ايوه، لان احنا شفنا النماذج دي في دول عربيه قلل عدد النفق داخل المزارع او عنابر يعني الدواجن بنسبه كبيره جدا، والنفق ده بيمثل جزء كبير جدا من التكلفه. وبتتعامل هنا في مصر. اه، وفي مزارع كتير قوي، والعنب كمان كان كويس. في بعض مزارع العنب كانت عنده مشكله برضو ان الميه بتتنقل على بعد اكتر من 2 كيلو ونص. ايوه، فابتدي احط له الاجهزه بالتدرج دوت واثرت تمام. شجر الزيتون الاخضرار بتاعه بعد 4 اشهر 5 اشهر الورق نفسه لون الاخضرار بتاع الورق اتغير تماما. ايوه، احنا كوزاره زراعه وكدوله احنا فين من التكنولوجيات دي والابحاث دي؟ ليه دايما هي متروكه للقطاع الخاص فقط؟ ليه ما فيش بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بينهم؟ مفيش نماذج بننفذها عندنا بحيث ان المزارع لما يجي ويدخل مكان تابع لوزاره الزراعه يبقى في مرجعيه ومصداقيه ليه كمان. هو ستك يعني احنا كمعهد بحوث الهندسه الزراعيه بنعمل البحوث التطبيقيه دي. يعني انا كمعهد بحوث الهندسه عندنا مكتب استشاري لاداره المنظمه الزراعيه اللي بيجي بيستشيرنا، فعلا بنحط له النماذج دي دايما. يعني في الفتره الاخيره الحمد لله في اهتمام جامد بالابحاث التطبيقيه، فبنعمل الاماكن دي. بس هو للاسف هو يمكن الارشاد او الناس ما تعرفناش قوي. طب احنا مع بعض اهو. اه يعني انا عايز الاماكن اللي بقى سيادتك هو ده مشكورا يعني من خلال سيادتك فعلا. يعني انا عايز الاماكن اللي حضرتك اشرفت عليها كمعهد نبتدي ننزل نسجل مع الناس ونبتدي نشوف على ارض الواقع الشبكه دي ازاي اتنفذت، ازاي اتصممت باذن الله. ونسال الناس اللي هم ما هماش ما نقولش عليهم اصحاب يعني مصلحه، لا هم دي ناس استفادت فعلا من الجهاز فعلاً. فنسالهم رايهم ايه؟ انت حاسس ان انت نجحت؟ حاسس ان انت في مردود عندك في ارضك؟ وده كله يعني لما يكون المتولي لعمليه التنفيذ والتصميم والمتابعه
معهد الهندسه معهد البحوث الزراعيه ومركز البحوث الزراعيه، فده دي مرجعيه مهمه جدا. لما تيجي تقول للفلاح اللي هو خلاص اتعود على نمط الري القديم، الميه حلوه هزرع، مش حلوه هنشوف صرفه ثانيه، هزرع رز عشان الميه عندي فيها ملح، وتقول له لا انا هعدل لك من السلوك ده ومن النظام ده، هتقول له ايه؟ ومن خلال مناقشاتك السابقه كان رده ايه؟ يعني عايزين نتخيل حوار كده، لان انا عارف ومتاكد ان الفلاح عشان ياخد خطوه لازم يبقى مقتنع 100%. طيب سيادتك، ممكن من سياق الكلام اللي فات بيقول لسيادتك ان انا لازم اما اخش على الفلاح هعرف المشكله عنده ايه وبيتكلف فيها قد ايه او بيعاني من تكلفتها قد ايه. ايوه. فما بقول له انا هجيب لك جهاز، الجهاز دوت مش هقول له تمنه كذا، انت عندك مساحه كذا والجهاز تمنه كذا، طب ايه رايك اما نزود 200 جنيه 300 جنيه على الفدان هي مره واحده؟ بس هتاخد بعد كده انتاجيه عاليه جدا، وانا معاك هشرف لك على الموضوع ده لمده 6 اشهر، اللي هي المده اللي انا بقول ايه هيتغير فيها سلوك الاملاح في الارض والكلام ده كله. هو وانس ان هو يطمئن للنقطه ديت ان هو مش هيدفع كتير هيبتدي يشتغل معايا. خصوصا ان احنا بنعمل دلوقتي نظم ري، كمان نظم ري الضغطي، يعني نظم ري ضغطي مغلقه اللي هي اللي فيها سران الميه في المواسير ما يبقاش فيه مسافات عاليه. ايوه. بس دي النظم الحديثه. وعلى فكره انت كده بتكمل التكنولوجيا دي، يعني انت بتوفر لها وسائل ري حديثه عشان تتناسب مع التكنولوجيا اللي انت بتستخدمها. زي ما قلت لسيادتك لازم نبتدي دي مع دي. لازم دي تبقى منظومه اداره الميه مهمه جدا. في نقطه ثانيه سيادتك برضو في الـ في الـ في نظام الجهاز المغناطه او والملوحه بوجه عام. لو احنا جدولنا الري. ايوه. يعني انا هركب الجهاز، عملت شبكه ري ممتازه. وجدولت الري، بسال برضو المزارع انت الري عندك بتروي امتى، الصبح ولا العامل اللي عندك امكانياته ايه في الري؟ هل بيروي الصبح بس وبتستخدمه في حاجه ثانيه ولا؟ فلو قال لي الصبح وبالليل فانا بعمل له منظومه الري انها تدار ان هو يروي الصبح ويرمي بالليل، برفع كفاءه الري طبعا اولا، برفع كفاءه بقى الملوحه والمغناطه والكلام ده وبرفعها ثاني، وطالما انه عنده الامكانيات فانا يعني لازم اسال الفلاح امكانياته ايه عشان اوفر له الظروف اللي تنجحه بدون ما ارهقه لا ماديا ولا في وقت تشغيل ولا ما كانش عنده اولاد بتشتغل في الارض. الاراضي الصحراويه افضل لاستخدام هذه التكنولوجيا ولا الاراضي القديمه استخدم فيها التكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي؟ هما الاثنين سواء، هو التكنولوجيا بتستخدم في الارضين بس بيبان تاثيرها في الارض الطينيه، لان الارض الطينيه لو مالحه انت عارف ساعتك الطين طبعا بيتمص او بيمتص الاملاح بصوره اكبر شويه من الفلاح. بيقول لك الارض عندي مملحه، مملحه او مسبخه مطبله او مزرقه او فطبعا هو الجهاز بينفع في الاثنين بس كفاءته او انت ممكن بترهقه اكتر في الارض التينيه او التكلفه بتبقى، يعني مثلا الارض التينيه لو فيها نسبه ملوحه عاليه جدا بس نسبه الملوحه في الارض جايه من الميه ولا جايه من جايه من الارض نفسها او من سوء الصرف. لو سوء الصرف يبقى الجهاز ملوش دعوه. لو من سوء الصرف يبقى بنحسن الصرف الاول وبنشوف، لكن لو الميه حلوه احنا بنعمل غسيل بالميه الحلوه. أيوه. يعني احنا مشكلتنا في الميه في التربه لازم، يعني طبعا الميه مالحه وهركب لها الجهاز فهو باذن الله بيعالج الجزئيه دي. التربه اللي نازله فيها لا، ما ممكن تكون التربه على فكره مش ملحه وكمان، بس هو الراجل بيحط الاسمده بطريقه غلط كمان، يعني هي منظومه على فكره الاسمده بيكون فيها املاح غلط، فانا برضو بعد الجهاز دوت بقول له نسبه الملحه عندك وصلت كذا، المفروض ان انا بحط له الخطه السماديه بتاعته. ايوه. يبقى ساعه ما تستخدم الميه ديت على فترات او على جدوله تقسم السماد بتاعك لكذا وكذا، والعناصر ممكن اغيرها له، يعني بعد ما الكلوريد والصوديوم ينفصلوا ازود له ايه اللي يمسك الكلور وازود له ايه اللي يمسك الصوديوم بحيث ان هو ما يرجعوش تاني. فاحنا لازم كده بقى، يعني انت هتقدم له دراسه جدوى مش هتسيبه، ده انت ماشي معاه خطوه بخطوه. لازم عشان ما يجيش بعد كده يقول لك انا ركبت الجهاز وفشل. الجهاز ملوش دعوه. واللي انا عايز اكد عليه حضرتك مالكش مصلحه. لا انت عايز تنجحه، عايز تنجح الراجل ده. انا بلاقي الراجل يدعي لي ويقول لي الزرع بقى اخضر. وهو ده دورنا احنا كبحث علمي ولازم يكون تطبيق، يعني احنا كدورنا ان احنا الحمد لله يعني بنعمل دلوقتي الابحاث التطبيقيه ومع الفلاحين، بس هم الفلاحين يجوا لنا احنا تحت امرهم. لكل مزارعي مصر، لكل فلاحين مصر، النهارده احنا بنقدم لكم دعوه من خلال شاشه مصر الزراعيه معهد بحوث الهندسه الزراعيه الدكتور مصطفى محمود، بيقول لكم اللي عايز يستشيرنا ونقدم له دراسه وافيه ازاي يتصرف في ارضه ويبتدي ينفذ منظومة ري سليمة لعلاج مشاكل الملوحة بالنسبة للتربة وللمياه، يجي نورنا واحنا معاه هنقول له تبتدي تعمل شبكة الري ازاي، هتركب الجهاز فين مكانه في الارض، ايه الخريطة السمادية اللي انت هتشتغل بيها،
ما تيجوا نحلل وناخد جزء من التربه نشوف ايه العناصر اللي موجوده فيه. معنى كده ان المعهد بيقدم لك خدمه مستمره، معاك باحث بيشتغل معاك في الارض من مرحله للاخرى. ده بيبقى مجانا؟ اه مجانا، احنا استشارتنا مجانا، لكن هو هينفذ هيعمل التنفيذات احنا ممكن ننفذ له، لا وممكن ننفذ له من خلال وحده الطبقه الخاصه عندنا في المعهد. بتكلف طبعا اقل بكتير جدا من السوق، بس تحت اشرافنا يعني ممكن ننفذ له وممكن ياخد الاستشارات بتاعتنا. احنا مكتبنا مفتوح في اي وقت ومجانا طبعا، بنقول العلم يعني احنا بننقل العلم. علماء مصر بيمدوا ايديهم. وفي الميكنه الزراعيه نفس المكان، يعني احنا المعهد عندنا الزراعه صناديق زراعيه، في جزء الري وفي جزء الميكنه الزراعيه. انتوا ليكم تاريخ يعني، انتوا الطاقه الشمسيه والميكنه الزراعيه وفي الفتره الاخيره في اهتمام جامد قوي. اول مبنى تم اضاءته بالطاقه الشمسيه. الحمد لله. الدكتور عصام مهتم بصراحه دكتور عصام واصل مهتم طبعا بالتطوير التكنولوجي الجديد يعني، وده فعلا ليه مردود الحمد لله. لو احنا النهارده ابتدينا مع المزارع الخطوه الجديده دي من خلال وجودك في القطاع الزراعي المصري، المستثمر المصري دايما بيبقى عنده القدره اكتر من الفلاح ودايما بيجري ورا العلم، استفدنا عندنا في مصر هنا ولا في دول سبقتنا في هذه المنظومه؟ والله انا في مصر يعني عملت مشاريع للمستثمرين كويتيين في الواحات، والجهاز حتى فادني في عمليه الحديد اللي في ميه الواحات، يعني قلل لي كتير جدا من انسداد الشبكات الري. هو ما قلش من نسبه الحديد، بس بيقلل من انسداد شبكات الري بالتأيم بتاعه، فبيقلل من شبكات الري. او بنعمل له عمليه اكسده قبل الجهاز المغناطه، بيعمل اكسده هوائيه وبعدين بنعديه على الجهاز المغناطه دوت، ادانا كفاءه عاليه جدا. يعني قصدي ان الجهاز بيرفع من كفاءه المنظومه، ده بيحافظ لي على شبكه الري، لان انا بيرفع من كفاءه المنظومه من خلال سواء التمليح او شبكه الري او الاستخدام او ملامسه الناس للميه المالحه. ساعات بتبقى بتبان عليهم فهو جهاز عملناه في برضه عشان المزارعين يبقوا معانا. الدول العربيه فيها التكنولوجيا عاليه في السعوديه وفي الخليج الحمد لله في المغرب. طبعا بتعمل شغل كويس جدا. الملوحه بتاثر على شبكه الري فبتقلل من عمرها الافتراضي، بتقلل من عمر الافتراضي اللي نقطات نفسها بخلاف المواسير، بيبقى الفلاح محتاج ان هو هيغيرها كل فتره قريبه، فدي تكلفه زياده وفلوس ما فيش منها عائد او مردود. لا انت حسنت خواص المياه او التربه او زودت الانتاج عندك، بالعكس انت بتعالج مشكله بتتكرر كل فتره معينه. فالنهارده لما انا ببتدي اركب الشبكه دي صح بقضي على المشكله. طبعا يعني منظومه الهيدروليكس بتاعت المواسير سيادتك، لو المياه فيها املاح ما عالجتهاش سنه مع سنه بتتراكم هذه الاملاح في المواسير من جوه، فبتزود طبعا النباتات والفطريات والحاجات الموجوده، بالاضافه ان هي بالقطر الماسوره بيقل من جوه. صح. فالميه اللي هو عامل حسابه انه يعدي مثلا 100 متر مكعب بقت 70 متر مكعب، فالنقطات بتتاثر، فبالتالي الشجره ما بتاخدش نصيبها من الميه، ولو بنسمد من خلال شبكه الري يبقى لا اخذت نصيبها من الميه ولا اخذت نصيبها من التسميد. فهي مهمه جدا طبعا محافظه سريان الميه في المواسير والحاجات دي، من اهم حاجه من اهم الحاجات اللي بتضرها زياده الاملاح في الفرن. في بعض المزارعين بيزود الميه بيزود الاسمده مع المياه، ده ينفع قبل ما تمر المياه بالاجهزه ولا لازم اضافه الاسمده بعد خروج المياه من الجهاز؟ والله يا سيادتك احنا بنعمل تجارب حاليا، يعني سيادتك جيت في نقطه فعلا كنت هتكلم سيادتك فيها، وسيادتك يعني بسم الله ما شاء الله بتعلم يعني من حضرتك الفكر. الله يكرم. هي بدات يعني بعمل فعلا ابحاث على النقطه ديت، وفي بعض الناس مسجلين معايا ان انا احط جهاز التسميد اللي في منظومه شبكه الري قبل الجهاز ولا بعد الجهاز، وتاثيره ايه؟ هل هو بينشط لو حطيت السماد بياخد الاسمده بينشطها ولا بيبطئ مفعول اخر بيفصلها؟ انت عندك دلوقتي اصناف كتيره، عندك اسمده حيويه وعندك مركبات كيميائيه، فدي مشكله. الحيويه هينجح معاها الجهاز لو عادت، لان طبعا حيويه والجهاز المغناطي بيعمل حيويه للميه فهينشط كمان. لكن انا بقول حتى على العناصر الكبرى اللي هي فيها مشكله برضو في الاسعار الاسمده والحاجات دي، لان عايزين نشوف تاثير السماد نحطه قبل ولا بعده، بعد قد ايه؟ لفتره معينه وبعدين لازم اخرج الميه والا ارجع تاني اكون السماد يعني خلاص يمسك او كده. فدي بنعمل فعلا التجارب دي دلوقتي ان شاء الله، وبنشوف حتى كمان مش تاثير السماد، انا بعمل نقطه ان اشوف تاثير الضغط قد ايه. تمام. يعني انا عايز اشوف ايه لو انا زودت الضغط بتاع الشبكه، الضغط بتاع الشبكه معمول ضغط معايا، طب انا زودت ضغط الشبكه قبل الجهاز بشويه، هل ده ممكن يفتت لي الميه شويه او اضغط الميه بعد ما تخرج من الجهاز بضغط اكتر؟ يبقى في الحاله دي اوصلها لمسافات ابعد، يعني انا عايز ارفع كفاءه الجهاز بحيث ان في الاخر برضو القسمه بتاعتي الفدان هيتكلف قد ايه؟ عشان لما بقنع المزارع لما كان ب 500 جنيه هقول له والله دلوقتي احنا عملنا تكنولوجيا لو حطيته الجهاز بعد كذا بقى 200 جنيه بس،
فيطلع من جيبه يدفع، مش هيبخل. يعني اللي انا عايز اقوله النهارده ان احنا عندنا بمعهد بحوث الهندسه الزراعيه معلومه جاهزه هتتحسب التكلفه، الجهاز بتاعك هيتكلف قد ايه، الشبكه هيتم تركيبها وتنفيذها ازاي، لو عاوز شبكه الري المعهد نفسه هو اللي ينفذها ويشرف لك عليها، ده موجود ومجانا. لو انت شايف ان انت عايز تحليل التربه وعايز استفاده قصوى لمنظومه اداره الري داخل المزرعه، فاحنا النهارده بنتكلم على معهد بحوث الهندسه التابع لمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. بنمد ايدينا للمزارعين، المعهد موجود بيستقبلكم. الدكتور ممكن تتواصلوا معاه مباشره او من خلالنا نتواصل مع حضراتكم عشان توصلوا للمعهد. المهم ان احنا النهارده بنقول عندنا علم وعندنا تكنولوجيا عايزين نفيد بيها بلدنا. اذا كنا بنتكلم على ميزانيه البحث العلمي والباحث محتاج ايه، لا انا بقول لكم ان احنا عندنا ابحاث علميه ابتدينا نشوف ليها مردود على ارض الواقع، ابتدينا نبقى دوله سباقه في هذا المجال. الحمد لله عندنا علماء بيمثلوا كنز كبير جدا لمصر، وحضرتك كنت يعني مثال لهؤلاء العلماء. بشكرك انك شرفتنا النهارده دكتور مصطفى محمود مصطفى، استشاري نظم الري الزراعي بمعهد بحوث الهندسه الزراعيه مركز البحوث الزراعيه. بشكر حضرتك على وجودك معايا يا فندم. شكرا لكم والى اللقاء. هذا البرنامج برعايه